مكبل الأيدي معصوب الأعين، يجرون من ثيابهم وكأنهم ليسوا أصحاب الحق والأرض، يسمعونهم أقسى أنواع السباب والتهديدات، ثم يقذفون بهم داخل معتقلات خرسانية لا يعرف سجانها أي نوع من أنواع الإنسانية. تعذيب وتنكيل وأنين وصراخ، هذا كل ما يسمع داخل زنازين معتقلي فلسطين التي كادت تنفجر من كثرة الأعداد بها. مأساة داخل مأساة أكبر يعيشها الفلسطينيون الذين عانوا ولا يزالون من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه يومياً، قبل أن يزيدهم معاناة أخرى باعتقالهم وممارسة أقسى أنواع التعذيب عليهم. أطفال ونساء وشباب وشيوخ، الجميع معرض للاعتقال في فلسطين دون حسابات للجنس أو السن أو مدى خطورة الشخص ذاته، فإسرائيل لطالما كانت لديها حسابات أخرى، وكأنها تعهدت ألا تبقي معتقلاتها فارغة يوماً من أصحاب تلك الأرض الذين وإن غادروا تلك المعتقلات الوحشية إلا أنهم لن يعودوا للحياة مجدداً، فالخارج من هناك لن يكون أبداً سوى بقايا إنسان. الغريب في الأمر أن الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة لم يقتصر على أسباب سياسية فقط، بل ابتكرت إسرائيل سبباً جديداً لتشريع اعتقال الجميع، ألا وهو الاعتقال الإداري، والذين بلغ عددهم داخل سجون الاحتلال نحو 3432، فيما وصلت أعداد المعتقلين الآخرين نحو 9900. أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة فقد بلغت 27 بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني. ومنذ بداية العدوان على غزة والأعداد تتخطى قدرة المسؤولين الفلسطينيين على الإحصاء، إذ تعتقل قوات الاحتلال العشرات بل المئات يومياً دون أن تبلغ عن ذلك أو تحدد مصائرهم أو أماكنهم، وكأنها سياسة أخرى أكثر انتهاكاً واتجاهاً نحو القضاء على الشعب الفلسطيني وقضيته.